نشر تقنيات الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء بصفة عامة وتوفير الطاقة بصفة عامة، لكن من خلال العملنا لقينا أن عندنا نقص شديد في بيانات المصادر الطاقات المتجددة اللي هي بيانات الإشعاع الشمسي وبيانات سرعة الرياح، وكل الجهات اللي تعاملنا معها كلهم يطلبوا في بيانات مقاسة. احنا نعرف أن ربما في بيانات متوفرة عبر شبكة المعلومات واللي تعتبر بيانات اصطناعية ما هيش بيانات حقيقية مقاسة، وعندها نسبة خطأ كبير غير مقبول بالنسبة للشركات الاستثمارية والجهات اللي يمكن أن هي تنفذ مشاريع الطاقات المتجددة. وبهذا كان التفكير دائما في محاولة رصد أو قياس البيانات المناخية على طول رقعة ليبيا، بحيث يمكن تقديم البيانات هذه لكل الشركات والجهات اللي تبي تنشأ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة. فطبعا أنا عضو هيئة تدريس في الطاقة في قسم الهندسة الكهربائية، تبنينا الموضوع هذا على هيئة مشروع تخرج لطالب في مرحلة البكالوريوس، وقام الطالب موفق ببناء منظومة كاملة تتولى قياس بعض البيانات المناخية المهمة بالنسبة للطاقات المتجددة، وأيضا قياسها بالنسبة لأحد البيانات المهمة زي طاقة الرياح، قياسها على مرتفعات عالية لأن كل توربينات الرياح أصبحت تنصب على ارتفاعات شاقة تصل إلى 120 متر، وبهذا قياس البيانات هذه على الارتفاع اللي بتنصب عليه توربينات الرياح يعتبر عامل مهم جدا، ويشجع المستثمرين بحيث لما تعطيه بيانات مقاسة وحقيقية ويمكن من خلال تحليل البيانات هذه يخلصوا إلى أن فيه جدوى فنية وجدوى اقتصادية عالية من استخدام الطاقات المتجددة، يتشجع المستثمرين وتتشجع كل الجهات في أن يتم تبني المشاريع هذه في خليط الطاقة الكهربائية. نبي نقدم المهندس سيف، أحد طلبة خريجي قسم الهندسة الكهربائية. الشغل اللي داره أنه هو بني منظومة كاملة، وبداية من تسجيل بيانات إلى توفير الطاقة الكهربائية للمنظومة إلى إطلاقها إلى بناء بعض المجسات ومعايرتها واختبارها. فيعتبر العمل هذا كنواة يمكن أن لو تبنات الجهات اللي هي المهتمة زي المركز الطاقة الشمسية أو الجهاز التنفيذي أو مركز الوطني للإرصاد الجوية. طاقة الرياح هي الطاقة المستخرجة بواسطة الطاقة الحركية للرياح بواسطة استخدام توربينات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي طاقة قابلة للتجدد إلا أن وفرتها تختلف من موقع إلى آخر. شكل نلاحظ إنتاج طاقة الرياح في العالم من عام 1996 لعام 2016، عام 1996 بلغ إنتاج العالم 6.1 جيجا وات، في حين 2016 بلغ 326 جيجا وات. هاون توربين ووركس، كيفية عمل توربينات الرياح. كما ملاحظ أن توربينة الرياح تتكون من 3 شفرات، واسطة الرياح يتم تدوير هذه الشفرات، هذا الدوران يدير المولد الكهربائي، بذلك يتم إنتاج الطاقة الكهربائية ومن ثم نقلها واسطة ترانسميشن لاين وإدخالها إلى الشبكة العامة للكهربائي. في عام 2016 فقط أنقذ العالم من حوالي 637 مليون طن من مخلفات الكربون فقط باستخدام طاقة الرياح. عدد توربينات الرياح الموزعة حول العالم 341 ألف توربينة في عام 2016، وانخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح إلى 10 أضعاف، كانت تبلغ $0.5 لكل كيلو وات أور لتصل إلى $0.05 لكل كيلو وات أور. هنا نلاحظ Wind Energy Evolution Technique، تطور توربينات الرياح. هنا نلاحظ تطور توربينات الرياح من حيث الارتفاع وقطر الشفرات. كان في عام 1991 تبلغ ارتفاع توربينة الرياح 35 متر وتنتج حوالي 0.5 ميجا وات، في حين أن في 2016 بلغ ارتفاعها إلى 120 متر وتنتج 8 ميجا وات تقريبا.
لتنفيذ مشروع بناء توربينات الرياح لابد من دراسة الموقع المراد تنفيذ عليه المشروع، وذلك على الأقل لمدة سنة، ومن ثم تحليل هذه البيانات المتحصلة عليها وإقرار تنفيذ المشروع من عدمه. من موقع جمعية ريم فينيوشن بالمملكة المتحدة، سرعة الرياح متغيرة بشكل كبير وتعتمد على توبولوجية الموقع بشكل كبير، لذلك يجب جمع بيانات من الموقع مباشرة دون النظر إلى البيانات المتحصلة عليها من الأقمار الصناعية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار احتفالية الذكرى 60 لتأسيس جامعة طرابلس، نرحب بالسادة في كل نشاطات جامعة طرابلس التي تحتفل هذه الأيام بكل فعاليات ومناشط المتعددة، إن كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو نشاطات علمية، فأهلا وسهلا بكم ونتمنى التوفيق في هذه المسابقة وشكرا. عرج بشعر مفعم بالنشاط والحيوية من نفوس نشوانة بالأمان، مفعمات بالحب والحرية من رحيق الشباب، تقطر نجوى كأريج من الزهور الندية. غضة الشعر ليس فيها تجاعيد ولا أي لوثة عرقية، فهلموا إلي يا أنجم الحفل التي أهدت الحياة إلي، أسمعوني أصواتكم فهي لحن عبقري ونفحة روحية، أمطروني قصائدا من رعود هادرات كهزة أرضية، واجعلوا الشمس في يميني سكرى بهوى الشعر من نفوس فتية. علني أستمد منكم شعاعاً يبعث الجذوة الدفينة حية، دهمتني زوابع العمر حتى صرت وهماً يجر بالتبعية، غير أني بكم أعدت شبابي وانتسابي للشعر والشاعرية. أيها المهرجان، هذا خيالي حائر بينكم بدون هوية، فامنحوه هوية الحب شعراً وتساقوه نفحة عاطفية. نعم أنتم ونعم من يحتويكم. ألف مرحى وألف ألف تحية. السادة الحضور، السادة الضيوف، أنتم هنا في قلوبنا ونحن سعداء جدا بكم. نرحب بكم، نرحب بمن يجد القدرة على التكلم بالعربية الفصحى وحب الشعر وكتابته أو قراءته وممارسته، أو عنده بصيص من الموهبة الشعرية. نرحب بمن جذبتهم نشوة الشعر وأريحيته لإثراء كلمات اللغة العربية بالخيال والجمال والبلاغة وحسن البيان. في إطار احتفالاتنا بالعيد 60 لتأسيس جامعة طرابلس الموقرة وتحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام، ها هي كوكبة من طلابنا الشعراء الذين سيبدعون على خشبة المسرح ليقدموا أجمل ما لديهم من أشعار في مختلف الأغراض الشعرية، من مدح وهجاء ورثاء ووصف وغزل. وبهذه المناسبة أدعو شعراءنا الجدد للاطلاع على تجارب شاعرنا الكبير الدكتور عبد المولى البغدادي، صاحب التجربة التاريخية في الشعر، صاحب القصائد الجميلة ذات المعاني العميقة والتي تتحدث على مواقف ثابتة وأغراض شعرية متعددة، والذي أحييه من خلالكم وأحيي كل الشعراء الليبيين والعرب. ولا ننسى أنه لولا دعم المسؤولين بالجامعة لما وصلنا إلى هذا اللقاء بكم، والذين أحييهم باسمكم واسم إدارة النشاط العام على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الرقي بمستوى جامعتنا. فهذا المهرجان فخر يضاف إلى جملة ما نفخر به من مهرجانات علمية وثقافية وفنية. وأحيي أيضاً لجنة التحكيم التي عملت طوال أسابيع عديدة وقدمت ملاحظاتها النقدية والتعبيرية إلى كافة طلابنا الشعراء. وفي الختام،
ما أجمل أن نجتمع على حب الوطن. في العلم لا بد له من تصور العلم نفسه وأقسامه، لأنه يريد أن يكون راسخا في العلم، فلا بد أن يكون متصورا للعلم متصورا لأقسامه. وذكرنا أن العلم نريد به العلم المخصوص بالشريعة. العلم الشرعي ينقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات، ولكل قسم منهجية ينبغي على طالب العلم أن يدركها حتى يصل إلى الثمرة وهي الرسوخ. العلم ينقسم بالنظر إلى الغاية والوسيلة إلى علم غاية وإلى علم وسيلة. وعلم الغاية هو المقصود بنفسه، هو العلم المقصود بنفسه، والعلم المقصود بنفسه هو فقه الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا قد أمر بتدبر الوحيين: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولا يحصل تدبر إلا بالفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله بالإنسان خيرا أن يجعله فقيها في دينه، وهذا يبرهن لنا أن الفقه في الدين هو علم غاية. وفقه الكتاب والسنة يدخل فيه فقه ما اشتمل عليه من عقيدة وفقه وأخلاق إلى غير ذلك. فعلم العقيدة وعلم الفقه من علوم الغاية. ربما عبر العصور، عبر العصور، مثلا علم الفقه فهو علم نشأ منذ القرن الأول الهجري، ووصلنا اليوم إلى مرحلة من مراحل هذا الفقه. فدراسة الفقه تحتاج إلى اطلاع عميق، سواء عبر التاريخ ثم عبر الحاجة المعاصرة وكيفية توجيه الحاجة المعاصرة إلى المحل المناسب من هذه الدراسات الفقهية. وهذا أمر شائك جدا وعويص وعميق. وبالتالي فإن مثلا مثال آخر، التوسع عبر المذاهب الفقهية، فإذا هناك اتساعات كثيرة، توسع عبر الاحتياج، فتوسع عبر نوع العلم، إذا كان هذا فقط في علم الفقه فإن هناك علوم التأصيل مثل علم أصول الفقه فإن له مدارس عديدة ومنهجيات متعددة. إضافة إلى ذلك كله، فإن الواجب الأول لطالب العلم ولمدرس العلم الشرعي هو أن يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في الزمن الذي هو فيه وفي الوقت الذي هو فيه. فإذا كل هذه الدراسات العلمية إن لم ينتج عنها تحقيق لمراد الله في الواقع المعاش، بدون أن نستحضر المشاكل التاريخية، وبدون أن نغفل عن احتياجات عصرنا في بالتضحية بهذه الاحتياجات، نظير النظر إلى مسائل أقل لزوما نظير اللازم الوقتي، لأننا نعلم أن كما الأصوليون يقسمون الواجبات إلى واجبات أوقات وواجبات عامة. وبالتالي فمثل هذه الأنظار تتسع كثيرا على المعلم الشرعي، معلم العلوم الشرعية، وعلى طلبة العلوم الشرعية. فبعض في كثير من الحالات نحتاج إلى أن نتذاكر مثل هذه المعاني التي تعيدنا إلى نقطة البداية في التفكير، وليست قادرة على تقديم الحل الكامل إلا بجلسات عظيمة، لأننا عندنا مشكلة حتى في مناهج التعليم الشرعي وفي اكتفاء وفي الحاجة إلى مثل هذه أو إلى تقسيمها حسب نوع الحاجة. وتحصل على الترتيب الثالث
رياض نور الدين بالحاج. خلي ياخذ الشهادة. وتحصل على الترتيب الثالث مكرر فراس سالم أبو حليقة. وتحصل على الترتيب الثاني مالك عبد الرحمن غمق. حفيظ الشيخ شكري غمق مدرس القرآن بكتاب الشيخ شكري الحمادي. ونصل إلى الترتيب الأول في هذه المسابقة، وندعو فضيلة الشيخ مصطفى طبلة لتكريمه وتسليمه شهادته. وكان من نصيب المتسابق مالك عبد المجيد بالحاج. مالك عبد المجيد بالحاج. سر هذا فتكر. سر. خلي أعطيه. منو؟ خلي صوروا كم. خذ مسكها. مسكها. يا طريقكم قبل الجلوس على الكراسي، وطريقكم وطريقكم قبل الجلوس على الكراسي. وطري وطري فكم كنت أقاسي، فكم كنت أقاسي كلما عانى وطني المآسي، وحبه في قلبي خالدا، وما أنا بناسي وما أنا بناسي. فلو تحرك من اليسار إلى اليمين ستبقى ليبيا مهما طال الزمن ومرت السنين. وطني وطني ليبيا وطني، وأمانة تراب الوطن بين إيديكم، صونوه لأن عشمنا فيكم، نحن أخذنا من الأجداد وصية، يبقى تراب الوطن لي وليا. والصلاة والسلام على رسول الله. انطلقت على بركة الله اليوم فعاليات مهرجان جنزور السياح، المهرجان جنزور الربيع والسلام في دورته الثالثة على التوالي. من المشاركين في التنظيم؟ يعني القائم بتنظيم والإشراف على هذه الدورة هي بلدية جنزور بكافة مؤسساتها. يستمر هذا التظاهر على مدى 3 أيام متتالية، حوالي 36 منشط رياضي ثقافي اجتماعي. هناك الفروسية الشعبية، قفز الحواجز، المسابقة القرآنية، مسابقة الرسم للأطفال، هناك كرة القدم، هناك البلياردو سنكرز، هناك المسرح، هناك رسومات الأطفال، هناك الأمسيات الشعرية، هناك الأمسيات الثقافية، برنامج متنوع على مدار 3 أيام. يقوم بتأمين هذا المهرجان أو هذه الاحتفالية هذه السنة نخبة من الشباب من كل الجهات الأمنية داخل البلدية، حوالي 550 فرد أمن يشتغلون على مدار 24 ساعة على مدار 3 أيام. الكل شارك، جنزور بالكامل مشاركة في هذه التظاهرة. نشكر كل من ساعد وساند، نشكر وسائل الإعلام اللي كانت موجودة معنا في هذه المساء الطيب. على هذه الأرض في هذه الولايه، هذه الاجهزه التي تواجد معنا
داخل هذا المهرجان مهرجان الجلوس. جواد طاهر الميري. والله ما شاء الله، الله يبارك، الحمد لله، ان شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ الناس اللي شارك في المهرجان ويحفظ زنزور ويحفظ ليبيا كلها الحق ما شاء الله. انا تو هذا ثالث حفله، ثالث احتفال، الله يبارك الحق، والله يبارك في الاولاد وبارك الله فيكم حتى انتم الحق، ان شاء الله ديما حاضرين وديما منورين يعني. والله ما شاء الله، الله يبارك فيهم، الله يبارك في جماعه الامل وجماعه رئيس البلديه والمجتمع المدني وكشافة زنزور، والله زنزور منور ان شاء الله الحق بناسها وهلها والحمد لله يعني، وان شاء الله ربي يبارك في الجمع المبارك هذا وفي ناسنا وحبايبنا ان شاء الله. نشرف اليوم بالحفل اللي قايمته بلدية زنزور، وكان الحفل ممتاز جدا جدا على جماعة الامن وعلى جماعة القيمين في هذا الحفل المبارك، ونشكر جميع الاخوة الذين قاموا بمجهودات كبيرة ومجهودات جبارة في نجاح هذا الحفل. أيام كان هذا الميدان في الأيام الأولى من الثورة خرج رجال من أجل الله عز وجل، دماؤهم لازالت أثار وموجودة في هذا الميدان، خرجوا لله، لم يخرجوا من أجل يتسلق أصحاب الأحزاب السياسية على دمائهم باسم الإسلام أو باسم أي شيء آخر. اليوم هي جمعة تنقية الصفوف ثم رص الصفوف في سبيل الله في هذه الجمعة المباركة. نحن اليوم في ساعة مباركة، هذه الساعة الطيبة المباركة ما بين العصر إلى المغرب، هي ساعة طيبة تقبل فيها الدعوات، لأني أدعو الله عز وجل في هذه الساعة المباركة، أتوجه إلى الله عز وجل لعلي أكون مقصرا، لعلي لست أفضلكم، لعلي قد أكون مثقل بالذنوب والخطايا، لكني أطمع في رمل الله، أطمع في رحمة الله عز وجل، أطمع في الاستجابة لعند الله، ليس من أجلي، من أجل الشيوخ، من أجل العجائز، من أجل الأطفال، من أجل أمهات الشهداء، من أجل الأرامل واليتامى والسكالى، من أجل الضعفاء في ليبيا. أسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا بصير يا قدير، يا ولي يا حميد، يا علي يا عظيم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، يا رب الأرباب، يا مسخر السحاب، يا غفار يا تواب، يا عزيز يا وهاب، يا من إذا دعي أجاب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم إن عبادك الضعفاء وقفنا ببابك ولجأنا إليه ورفعنا كف الضراعة إليه، علمنا أنك أنت القوي وأنت القدير وأنت القهار وأنت العزيز، أنت مجيب دعوة المضطرين، يا من تجيب دعوة المضطر إذا دعاك وتكشف السوء. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ما علمنا منه وما لم نعلم، يا علي يا عظيم، يا حي يا قيوم، نتوسل إليك بلا إله إلا الله، نتوسل إليك بلا إله إلا الله، نتوسل إليك بلا إله إلا الله، نتوسل إليك بأنه لا معبود بحق إلا أنت، نتوسل إليك بربوبيتك، نتوسل إليك بألوهيتك، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ما علمنا منها وما لم نعلم، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة الخالصة لوجهك الكريم.